هو فوز، لأن أعتبر بأن الفوز الأول هو تحقيق الاستمارات، هو فوز بتحقيقنا الصدارة باستمارات نظيفة ومن بيت البيت، قنع الناس بالانتخابات وبالتوقيع إلينا، وسوف نكون في الميدان نناضل من أجل أن تبقى الجزائر قائمة. نعتقد بأن إجراء الانتخابات هو استفتاء على بقاء الجزائر قائمة ومؤسساتها تؤدي أدوارها، ونعتقد بأن عدم إجراء الانتخابات هو سقوط لمؤسسات الدولة الجزائرية واختراق للسيادة الوطنية، ونحترم في إطار الحرية شركاء الوطن الذين يناضلون بعدم إجراء الانتخابات، فحقهم الدستوري والقانوني يحق لهم أن يأتوا ضد الانتخابات، لهم اجتهادهم ولنا اجتهادنا. نعتقد بأن اجتهادنا صواب وهم يعتقدون بأن اجتهادهم صواب.